اليوم موجودين مثل ما تفضلت زميلتي ورود، احنا موجودين في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثار. هذا الجسر باسم أمير الغلوب، ووصلت الدوحة والذي يبلغ طوله تقريبا 12.4 كيلو، ويربط بين خلينا نتكلم عن ميناء الشويخ وشبه جزيرة الدوحة وعبر جون صليبيخات، بالإضافة إلى الطرق القائمة في الدوحة. لكن احنا قبل شهر واحد كنا موجودين، كان هذا الجسر داخل البحر تقريبا في كيلو، الآن احنا موجودين هذا الجسر داخل البحر في 4 كيلو تقريبا داخل البحر. ودنا نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع معنا المهندس فهد الخرس، مهندس هذا المشروع. صبحك الله بالخير، يعطيكم العافيه وعساكم على القوه مهندس. صبحك الله بالنور ونشكركم على هذا اللقاء. بدايه مشروع جسر الشيخ جابر وصلت الدوحه يعد يعني من المشاريع الهامه في تطوير منظومه شبكه الطرق في دوله الكويت، ويتكون المشروع من طريق سريع بطول 12.4 كيلومتر مثل ما تفضلت، ينقسم إلى قسمين: جسر بحري بطول 7.7 كيلومتر وطريق سريع بري بطول 4.7 كيلومتر وثلاث مباني لإدارة هذا الجسر، ومبنى التحكم المروري، ومبنى وزن محطة وزن الشاحنات. تقريبا توقع أو تم البدء بتنفيذ هذا المشروع تاريخ 30/12/2014، وإن شاء الله من المتوقع تعاقديا أن ينتهي هذا المشروع بتاريخ 30/12/2018. وبلغت نسبة الإنجاز فيه حسب الجدول الزمني، نسبة الإنجاز الفعلية حسب الجدول الزمني 68%، ونسبة الإنجاز المالي حسب الدفعات المرحلية 60% تقريبا. وإحنا الآن على الجسر البحري، تقريبا قطعنا مسافة 4 كيلومتر في البحر تمثل نسبة تقريبا 55% من الطول الإجمالي للجسر البحري. مهندس ما شاء الله شرح جميل وشرح طيب، وإحنا يعني الآن موجودين الكثير يمكن يعرف أن موقع هذا الجسر وودنا نعرف، لكن إحنا في شهر واحد أسرة برنامج صباح الخير كنا موجودين في هذا الموقع، وكان الجسر تقريبا داخل البحر 1 كيلو أو 1.5 كيلو. الآن ما شاء الله الجسر تقدم إلى 4 كيلو وشوي داخل البحر، يعني ما شاء الله إنجازات كبيرة. لكن هذا الجسر يربط في أكثر من طريق. أي نعم، جسر وصلة الدوحة يبدأ من منطقة تقاطعات ميناء شويخ وربطها بالطرق القائمة حاليا عبر جون صليبيخات، ينطلق إلى الدوحة وربطها بالطرق المحيطة في المنطقة، ويعني هذا هو بشكل مختصر يعني عبر جون صليبيخات. مثل ما تفضل نسبة الإنجاز اللي هي 68%. 68% ممتاز. مهندس يعني احنا الآن راح نشاهد مشاهدي الكرام شلون تركيب هذا الجسر. في صعوبة يعني مو سهل هذا الجسر، لكن الحين كاميرات راح تنتقل راح تراوي المشاهدين الكرام شلون تركيب القطع الخرسانية اللي موجودة في هذا الجسر. صحيح. او عدد القطع الخرسانية بعد كذلك. هو الـ يمكن صعوبة التركيب تكمن في وزن القطعة، تقريبا 1700 طن وزن القطعة الواحدة، ولكن احنا يعني في مشروع جسر وصلة الدوحة تم يعني الأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور وكل الجوانب الفنية، ومن خلال هذه المعدة اللي انتم شايفينها تقريبا تشيل هذه القطعة الخرسانية اللي بوزن 1700 طن. ويعني مثل ما انتم شايفين تستغرق العملية تقريبا في اليوم الواحد يركب او تركب قطعتين للجسر بطول 40 او 60 متر حسب التصميم. في اليوم الواحد تركب قطعتين منها من من هالقطعة هذه؟ في اليوم الواحد تقريبا. لو نحسب عدد القطع الخرسانية اللي موجودة من بداية الجسر لنهاية الجسر، تقريبا 380 قطعة خرسانية يتم تركيبها، تنقسم الى قسمين: قطع خرسانية طولها 40 متر وقطع خرسانية طولها 60 متر. تقريبا كلها مسبقة الصب ويتم صبها في ساحة الصب في المشروع. تقريبا عدد القطع الخرسانية اللي بطول 40 متر حوالي 359، واللي بطول 60 متر اللي تشكل الجسر الرئيسي للمشروع يعني بطول 60 متر 28 قطعة، تم الانتهاء من صب 21 من أصل 28. مهندس نتكلم عن الجسر مكون من ثلاث أجزاء: الجسر الغربي، الرئيسي، الشرقي. اي نعم، الجسر الشرقي ينطلق من ميناء شويخ ويرتبط مع الجسر الرئيسي بطول تقريبا 2 كيلو أو أقل من 2 كيلو تقريبا، بعدها الجسر الرئيسي بطول 700 متر، وبعدين الجسر الغربي اللي هو يرتبط يعني من الجسر الرئيسي إلى منطقة تقاطع الدوحة.
إيه هذا هو مهندس. لو نتكلم عن بعض العواقب اللي واجهتكم مثلا، تدري بحر وامور كثيره وجون الكويت، وبعد يمكن المنع ممكن هو اللي فاتكم اكثر شويه انه ما في حد داق يمكم. هو للامانه منع الصيد في منطقه الجون يعني كان مبلش من قبل لا يبلش مشروعنا، فالحمد لله احنا ما تاثرنا في هذا الامر، واعتقد ان منع الصيد في الجون لاعتبارات بيئيه اخرى يعني ما لها علاقه في المشروع. اما باقي الصعاب يعني كون المشروع في البحر، ساعات يكون في اغبار مثل ما انت عارف في جونا، الهواء يكون فياثر على تركيب القطع اذا كان الهواء يزيد. التيارات المائيه تاثر عليكم؟ لا، مو التيارات المائيه، سرعه الرياح تاثر في تركيب القطع وبعض الاعمال الترابيه يعني في المشروع. لو نتكلم مهندس ان هذا الجسر بر بحر ويربط مع جسر من الشويخ، يعني وانت نازل مثلا من هذا الجسر يربطك مع جسر الصبيه؟ اي نعم، وانت نازل من هذا الجسر جاي من الدوحه راح توصل الى منطقه تقاطعات كبيره في منطقه مينا شويخ، اما انك تروح لطريق الغزالي او تروح لوصله الصبيه. يعني هذا الجسر يربطك مع جسر الغزالي، يربطك مع جسر وصله الصبيه، وبعدين تقدر مثلا من هذا الجسر تقدر تتحرك على اماكن كثيره، لكن هذا الجسر يخدم مناطق وايده موجوده ما شاء الله عندنا. اي نعم، هو لانه يرتبط بالطرق القائمه الحاليه في منطقه محيط الدوحه اللي هو منطقه جابر الاحمد في الطرق القائمه حاليا، ويساعد هذا ويساهم في تنقلهم من منطقه جابر الاحمد والدوحه وصليبيخات الى مدينة الكويت عبر ميناء شويخ. هذا شيء طيب مهندس، حنا حتى يمكن جزيرة أم النمل تصير على يسارنا قريبة من الجسر. أي نعم، قريبة أم النمل يعني حيل قريبة، هذه هي يسارنا. يعني هذا الشيء الحلو أن الجسر ما شاء الله ممتاز. زي توقعاتك مهندس متى راح ينتهي هذا الجسر إن شاء الله؟ بإذن الله تعاقديا المشروع ينتهي بتاريخ 30/12/2018، وإحنا نتوقع أنه يتم إنجاز المشروع في الوقت المحدد، ونتمنى هذا. أنا أعتقد أنه يكون سابقين المشروع شوي. إيه نعم، بشكل بسيط جدا يعني إحنا سابقين الجدول الزمني. نقول الله يعطيكم العافية المهندس فهد الخرس، مهندس مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وصلت الدوحة، يعطيكم العافية وعساكم على القوة. إحنا كنا جايبين هذه اللوحة ورانا على أساس أننا نشرح عليه، لكن مهندس لكن أنت شرحك ما شاء الله وافي ويعطيك العافية وعساك على القوة. مشاهدي الكرام، نشكر الكل من ساهم معنا، وجود أسرة وبرنامج صباح الخير من معالي وزير الأشغال ووكيل الوزارة المهندس عواطف الغربي، اللي خلوا أسرة وبرنامج صباح الخير يكونوا موجود على هذا الجسر لتوضيح كامل للمشاهدين الكرام اللي يتابعون برنامج صباح الخير.